بونجور مشاهدينا الكرام، هيك بتمنى لكم اليوم يكون نهار مبارك عليكم على جميع اللبنانية. اليوم حلقتي مثل ما شايفين أنا لحالي، ولكن نفس الشيء بدنا نكون عم نبلش بالسؤال اللي بدي أطرحه عليكم. نحن بلشنا بهذا السؤال نهار التنين، وتاني شيء بدي أخبركم خبريتي، وتالت شيء في عنا شوية تحضيرات هون بدنا نخبركم كيف بدنا نعملها كرمال نحضر للجريلينج أو للباربيكيو. سو رح بلش حلقتي طبعا بالسؤال. سؤالنا اللي بلشناه نهار التنين هو عن العلكه، حبه العلكه اللي هي منا شوجر فري، كم وحده حراريه بتحتوي؟ 1، 5 أو 7؟ لكن بدكم تتصلوا فيي على 0444444 لتكونوا عم تاخذوا عم تقولوا لي الجواب. وطبعا بنهار التنين بتكون الرابح بيكون عم ياخذ من بيري لايت 3 بوكسز لحي الايام هو بنقيها. فاذا السؤال هو حبه العلكه قديش بتحتوي؟ وحده حراريه، 5 وحدات أو 7؟ جواب واحد هو المضبوط، وانا اليوم ناطره اتصالاتكم. هلا من هون طبعا مثل العاده رح ارجع احكي على خبريتي. خبريتي اليوم عن البامي، وانا وعم بقرا على هالريسيرش والستدي انتبهت انه نحن كثير قليل بنحكي عن البامي، والبامي شغله يمكن تكونوا كثير كثير بتحبوها مثلي، ويمكن ما كثير تكونوا بتحبوها، ولكن هي كثير مفيده. بهيدا البحث اللي صار انه العلماء هون كانوا عم يجيبوا كميات من البامية عم يقصوها وعم يطلعوا منها بنقول لهم اكستراكت، او عم يطلعوا منها المواد اللي هي موجوده بقلبها بشكل ليكويد او بشكل مثل المي بيكون، وحطوهم مثل مع كبايات مي وعطوهم لفئه من الفئران، والفئه الثانيه من الفئران كانوا عم يشربوهم بس مي ما فيها ابدا ولا شيء مستخرج من هالبامية. وتبين بعد فتره انه هول الفئران اللي عم ياخذوا الاشياء المستخرجه من الباميه كان عندهم مستوى السكر رائع عندهم بجسمهم، ترايجليسرايد كان كثير مستواه مرجلج وكثير منيح، وكمان لاحظوا انه الباميه ومستخرج الباميه كثير عم يفيد كرمال الكبد. فهون تبين انه الفلافونويدز اللي بقلبها اللي هن كويرسيتين ايسو كويرسيتين الموجودين بالباميه هن كثير كثير مفيدين لهالثلاث اشياء، للترايجليسرايد للسكر وللكبد. حتى بدراسه ثانيه طعموهم لهالفئران مواد او اكل بيحتوي على دهنيات، وحطوا معهم كمان مستخرج من الباميه، وتبين انه حتى هن وعم ياخذوا مواد فيها دهنيات ما علي عندهم تريجليسيرايد، وكمان السكر اكيد كان مرجلج عندهم وكان في محافظه على الكبد. يعني كمان دراسه بتقولنا قديش انواع معينه من الخضره هي مفيده لالنا ومنيح انه نحن نتناولها. هلا لارجع طبعا بدي بلش اليوم بحلقتي او كملها بالموضوع اللي نحن بدنا نحكي عنه، وطبعا موضوعنا اليوم هو عن الباربيكيو او المارينيشن اللي نحن بنعمله للباربيكيو. هلا رح احط شوي شو محضرين لي اكيب بيري لايت، رح طلعهم انا وفرجيكم انه نحن اليوم بدنا نعمل مارينيشن للسالمون، اما السومون هيدي سالمون منا مارينيتد، وطبعا هيدا اللي بده يصير بدنا نطلع المارينيشن لإلها. يلا رح حط المارينيشن هون، واللي رح اشتغل فيه رح حطهم تاني ميله. نفس الشيء عم نعمل هون بالدجاج. عم نفتح هيدي شقفة الدجاج كمان 180 جرام رح حطها هون، وشقفة اللحمة كمان. اوكي هول اللي هن الاشياء اللي رح اشتغل فيها. مثل ما قلنا الاكيب بيري لايت حضر لي اياهم، حضرني المارينيشن اللي بتطلعوا فيهم بتشوفوا شو بيشهوا وقديش هن رح يكونوا صحية. حطيتهم هون كمان قدامي على تاني ميلة حتى يكونوا كتير واضحين عنا وبيشهوا. اوكي رح شيل البوكس حتى يكون هينكم عم بشتغل، وشوي خبركم كم خبرية ما زلنا نحن عم نشتغل. أول شيء اللي بدي أقوله إنه نحن دايما دايما بنخاف نحن وقت نكون عم نشوي، بنخاف وقت نشوي اللحمة السمك والدجاج خصوصا هول الثلاث أشياء من إنه يطلعوا مواد سرطانية اللي هي الهيتروسيكليك أمين والبوليسيكليك
أروماتيك هيدروكربون. هول نوعين من المواد بالفعل هن سرطانية وبيأدوا إذا واحد بين أنه تناولهم على طول على طول معقول يأدوا لمشاكل بسرطان البنكرياس بنسبة 60% إذا هن ما كانوا مطبوخين بالطريقة المضبوطة. هلأ لينطبخوا بالطريقة المضبوطة، أول تيب بدي أعطيها هو يكون فيهم مارينيشن. فإذا هن إذا نقعوا بالنقعة المضبوطة، وخصوصا بالنقع يكون في herbs and spices، بنحكي على الروزماري، اكليل الجبل، بنحكي على الاوريجانو، كل ما نحطهم هول بقلبهم كل ما نحن خففنا من انه يصير يسببوا لنا امراض سرطانيه، بالفعل بينزلوا هالنسبه بنسبه كثير كبيره. هات لنشوف هالمارينيشن ونشوف كيف نحن فينا نحضر نوع معين من المارينيشن. فاذا انا هون اذا بدي احضر كرمال الصومو، اوكي يلا قبل ما بلش تحضير هيئتنا عنا وقفة صغيرة وأنا برجع لكم. مشاهدينا أنا رجعت لكم وبدي أذكركم اليوم حلقتنا عن المارينيشن أو كيف نحن ننقع اللحمة أو السمك أو الدجاج إذا كنا نعمل باربيكيو أو فينا ننقعهم كمان قبل ما نحن نشويهم بالفرن أو المقلي عنا. بدي أذكر أنه النقع شغلة كتير مهمة ولازم نعملها لأنه هي عم توفر علينا 60% من المشاكل اللي هي وقتها نحن نحرق اللحمة معقول تؤدي إلى مشاكل سرطانية. حتى هون عم ما يكون الوقت عم يدهمنا رح بلش انا. عندي هون بدي اعمل مارينيشن للصومو، وعندي شقفه صومو قدامي. مارينيشن تبعها كثير هين. اول شيء بدنا نكون عم نحط بصل، بذكر انه دائما بصل، الاكليل الجبل، حيلا الاوريجانو، الحبق، حيلا شيء من هولي هو كمان عم يحمينا اكثر واكثر من الامراض السرطانيه. هلا انتم البصل فيكم تقصوه، انا هون جايبه بصل اخضر قصيته، كمان فيكم تقصوه عريض رفيع ما بيأثر، ما هيدا مارينيشن بالنتيجة، وبالنتيجة انتم ما رح تكونوا عم تاكلوه. هون كمان انا حطيت 15 جرام يعني ملعقة كبيرة من الصويا صوص. منحط فينيجر الرز، اما خل الرز 25 جرام. برجع بحط 20 جرام من المي، واخيرا حتى هيك شوي اعطيها لون مهضوم حطيت 5 جرامات يعني ملعقه صغيره من السكر البني البراون شوجر. هول كلهم فيهم يكونوا طبعا عم يتحركوا. اوكي هيدي مارينيشن كثير كثير مفيده وكثير كثير طيبه، نحن رح نحطها وننقع فيها الصومو مثل ما انتم شايفينهم هوني، وانا رح حطها مع الصمون اللي نحن اوريدي ببيري لايت كنا محضرينه. سو هيدي حد السالمون اللي محضرينه. برجع بذكر انه نحن وقتها ننقع كثره كل شيء ما بتفيد مثل قله الاشياء، بدنا ننقع مده 4 أو 6 ساعات، اكثر من هيك المارينيشن ما رح يفوت بقلبها، يعني ما تفكروا اذا نقعتهم يوم ويومين رح يقدر يفوت المارينيشن لجوا جوات اللحمه او السمكه او الدجاج، لا بين 4 أو 6 ساعات هي كميه كافيه وبيرفكت للنقع، وبتطلع مش بس تعطي طعم كثير كثير اطيب، كمان مثل ما قلنا بتكون عم تعطي مواد تأكسد، وبنفس الوقت تكون عم تحمي هاللحمة أو السمكة أو الدجاج من أنه تكون عم تحترق وتعرضها للمواد السرطانية. فإذا هيدا الصمون اللي كان عندي إياه. هات لنعمل مارينيشن تاني. هون له علاقة نطلع باللحمة. أوكي نعمل مارينيشن لحمة، رح زيحه على جنب. هيدي اللحمة اللي عنا إياها مارينيشن تبعها كبيرة. رح بلش أول شي بدي أحط بلزاميك فينيجر، فإذا بحط 35 جرام من بلزاميك فينيجر. رح أحط كمان صويا صوص، حطيت 50 جرام من الصويا صوص. بدي أحط لها زيت زيتون أكيد، عندي هون 15 جرام من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة. كمان هون بدي احط ورشستر صوص كمان. ما بدي انسى البهار، شوية ملح، واكليل الجبل اللي قلت كمان عن اهميته، رشة رشة برشة. واخيرا حطيت بالمارينيشن تبع السالمون حطيت شوية براون شوجر. كمان اذا عندي عسل في حط عسل 15 جرام او ملعقة كبيرة من العسل، رح كون عم حاول نزلها بهالطريقة.
اوكي ونكون عم نمزجهم كلهم سوا. طلعت بهالطريقة، شفتوا كيف هي طلعت شوي غامقة أكيد لأنه في البلزميك والصويا صوص معهم. هيدي شقفة اللحمة هي 180 جرام، رح حطهم فوقها كمان، ننقعهم بين الأربع ساعات ست ساعات، بتكون نقعة كتير منيحة. كمان رح أخذها لتاني ميل، شادي بدي عزبك، منحطها هون حت شقفة اللحمة. شوفوا لأنه وقت يصير عنا وقت نحنا نقعينا، طبعا هيدي لازم نكون أكيد عم نزلها تكون عم تتغطى كلها سوا قد ما فيي. عظيمة، أوكي، حتى بكرة تاني يوم أو بعد الأربع ساعات بتصير بهيدا اللون. Alright. هلا انا اخيرا رح كون عم بعمل ثالث مارينيشن، اللي هو مارينيشن هول فوق بعضهم للدجاج. هيدي الدجاجه رح احطها حدي، رح كون عم حط 10 جرامات من الثوم، دجاج بلا ثوم مش طيب، فاذا 10 جرامات من الثوم، رح كون عم حط 15 جرام من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة بشهو. كمان هون رح كون عم ببرش ملعقة كبيرة أو 15 جرام من الليمون، برش الليمون أو الحامض. أوكي، ما رح أنسى كون عم حط لها 15 جرام من الفينيجر، أما الخل، نوع الخل اللي أنتو بتحبوه فيكن أنتو تكونوا عم تحطوا، وكمان بهار وملح عالدواء. وهالمرة رح حط أوريغانو، فحطيت هون 15 جرام أو ملعقة كبيرة من الأوريغانو. فإذا عم تشوفوا بالتتبيلات عنا الزيت، هون عنا الثوم لأنه دجاج، هيدي تتبيلة ما في أطيب منها، كمان عندي الأوريغانو أو عندي الحبق مثل ما قلنا، أو عندي البقدونس أو عندي البصل بمحلات تانيين، حسب شو أنتو بتحسوا بالبقلة وشو الطعم اللي بتكون إياها. بتعرفوا شو، أوقات حسب شو عندكم بالبيت كمان يكون براتيك، بس كمان هون مع الدجاجة لازم نكون عم نحط الثوم وإلا مش طيبة. هيدا مارينيشن للدجاج، كمان حطيته هون مع الاشياء اللي تحضروا ببيري لايت، اشياء انا حضرتهم واشياء حضرون الشيف ببيري لايت، ليكون عنا اطيب مارينيشن ومارينيشن كتير صحي. هلا من هون كمان بدي خبر كم خبريه، لكن نحن عملنا مارينيشن مش بس لانها طيبه، كمان لانها صحيه. فنحن وقتها بدنا نشوي اللحمه، وقتها بدنا نعمل باربيكيو، اهم شيء نكون عم ننقع. فاذا اول شغله نكون عم ننقع، بدي اذكركم هيدا النقع قد ما هو طيب ما لازم نكون عم نستعمله او نشربه او ناكله بعدين، بدنا نكون عم نكبه ونكون عم نستعمل اللحمه. ثاني شغله، انتم عم تعملوا باربيكيو انتبهوا كثير على الحراره، ما لازم نكون عم نحرق الماكولات كلحمه او سمك او دجاج. ثالث شيء، حتى نحن نخفف من مشاكل انه نتعرض لامراض سرطانيه، ليش ما بنكون مش بس عم نعمل لحومات بالباربيكيو، بنكون عم نعمل كمان يمكن خضره او فواكه. بذكر فينا نعمل كوسه، فينا نعمل باذنجان، فينا نعمل فليفله، وليش لا كمان فينا نعمل الفواكه الطيبه مثل الاناناس. انا حلقتي انتهت، ان شاء الله تكون استفدتوا منها، وان شاء الله تكون بتشهي شفتوها، وانا بشوفكم نهار التنين الله رد.